ضمن خطط القوات المشتركة في تأمين الموانئ اليمنية والحد من عمليات تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية ومكافحة تهريب المواد التي تستخدمها في صناعة الألغام والمتفجرات وصناعة الطائرات المسيرة التي تستخدمها في عملياتها الإرهابية، نشرت قوات خفر السواحل لقطاع البحر الأحمر دوريات بحرية لتأمين كامل للشريط الساحلي. مصدر مسؤول في خفر السواحل أكد أن الوحدات انتشرت في 4 مواقع مهمة في باب المندب مجهزة بالأسلحة البحرية وأجهزة الرصد والمراقبة، وأشار إلى أن القوات تلقت العديد من الدورات التدريبية منها النظرية والعلمية على يد خبرات سابقة انضمت للقوات المشتركة. وتأتي عملية الانتشار هذه امتدادا لخطة متكاملة لحماية السواحل والتي حققت نجاحا كبيرا في التصدي لعمليات التهريب، حيث ضبطت شحنات عدة محملة بمواد مهربة تستخدم في صناعة المتفجرات كانت في طريقها للميليشيات الحوثية وفق اعترافات طواقم المركبات المضبوطة. من خلال بداية عمل خبر السواحل وتفعيل جانب الدوريات البحرية والمراقبة على الساحل، فقد تم ضبط عدة زعائم تحمل مهربات محظورة، من ضمنها زعيمتين تحمل سماد محظور يحمل 46% من اليوريا وهو يدخل في صناعة المتفجرات، وهذه كلها تستفيد منها الميليشيات من خلال دخولها إلى ميناء الحديدة. وتسعى القوات المشتركة منذ تحرير الشريط الساحلي للحد من انتشار التهريب الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني من خلال إدخال مواد مهربة لا تخضع للمواصفات والمقاييس ولا تتقيد بالقوانين الدولية.